الفريق الجورجي بان المنتخب بطريقه باش لعب خلاه بان لا حول له ولا قوه الا في كرته، لكن على العموم ممكن نقول انه منتخب نابدع ولاحظ مهره اخرى الشاهد هذا زياش هذا لديه يعني عيون النصر يعني لو لاحظ انه وكاين ايضا كره اخرى كانت الحكيمي كره كثيره شفنا المنتخب المغربي بغى يدخل بها حتى مره هي مره اخرى زياش رائع جدا وهذا الثنائي هذا لو يكون في يومه فقادرين يعني انهم يعملوا مشكل لاي منظومه دفاعيه لان لديهم امكانيات كثيره. طيب نتكلموا على يوسف النصيري واختيار وليد الركراكي الدخول بيوسف النصيري بدايه المباراه قلت لك اليوم زياش يعني بالكرات وبالرجل اليسرى ديالو محتاج ليه النصيري هاد العرضيات وجات من كره جميله بالنسبه له احدى اللقطات الجميله والتمريرات الساحره لحكيم زياش هنا والسرعه كيف حكيم انطلق منه خلف المدافع هذه رساله لجراهام بوتر مدرب تشيلسي لان هذا الهدف ديال الخيال العلمي ديال هاري بوتر هو ذاك المدرب بوتر صح كيفاش غادي يشوف قبل ان الكونترول مع الكونترول شاف قبل كنت نتحدث على النصيري ان الضربه ديال الرجل اليسرى ديال زياش يعني كانت منطبق من ذهب وبالتالي تنظر على ان الكره اللي شفناها في الشوط الاول كره جيده بالنسبه للمنتخب الوطني، المنتخب الوطني ما لعبش تحت الضغط ولكن في جوج ديال المناسبات قدر على انه يكون في هذاك لافاس ديفونسيف ويتحول لافاس اوفونسيف في الجهه اليوم اللي تحدثت عليها استعمال هنا وحده منهم مره ثانيه لكن هناك تفوق واضح في وسط الميدان هو اللي خلانا نشوفوا كاع هذوك التحركات لاحظ مثلا النقطه في مباراه مثلا مع منتخب اللي غيكون ذكي مدرب غادي يشوف زياش بهذوك التمريرات صور انه على الاقل واحد 6-7 ديال التمريرات على الاقل غيعطي واحد اللاعب اللي يحد من هذيك الخطوره ديالو فاذا كنقول انه ما قدمه المنتخب صراحه سالتيني قلتي لي اش ممكن يقول المدرب الوالد اللاعبين قلت لك انهم يلعبوا يستمتعوا في المسؤوليه وهذا الشيء اللي شفنا